واليوم معانا فقرة كلكم أكيد مستنينها، فقرة الآي شادو اللي أنا واحدة من الناس اللي دائما أضيع وما أعرف كيف ممكن أعمله. أيام يزبط معايا بس غلطة واحدة عند تنفيذه ممكن يغير شكل العين وما يجملها، ممكن بالعكس تكون العملية عكسية شوية. وفي ناس تعتقد أن عيونه كمان ما هي حلوة أو ما هي جميلة، لكن الأهم نعرف كيف نبرز جماليتها. هذا كله حنعرفه اليوم التفاصيل مع رنيمة التركي. يسعد لي صباحك. هلا، صباح الورد. ونيو لوك اليوم خطير يا رنيمة، الله يخليكي. رنيمة، يمكن كل البنات فعلا دائما تتحمس أن هي تعمل الآي شادو بنفسها، لأنه خلاص الدنيا كلها بتعمل، لكن غلطة واحدة زي ما قلنا ممكن تخرب كل العملية الجمالية اللي هي بتحاول تعملها. أكيد. إيش هي العوامل اللي تساعدنا نختار أول حاجة ألوان الآي شادو اللي تناسبنا؟ أوكي. زي ما أنت قلتي، الآي شادو جداً مهم، لأنه دائماً الناس جماليتها في عيونها، فخاصة في الوجه، فأغلب العالم عندهم عيون ما شاء الله جميلة، لازم أن إحنا نبرزها. إذا اخترنا الآي شادو غلط أكيد رح نطفي جمال العين. صحيح. فأهم ثلاث عوامل لاختيار الآي شادو، الشيء الأول هو لون العيون، وهو هذا أهم عامل. صحيح. لون العيون، يعني على حسب لون العيون يتم اختيار ألوان الآي شادو. العامل الثاني وهو لون البشرة، يعني ما ينفع أن أنا مثلاً أكون جداً جداً فاتحة وأكون حاطة لون بينك فاتح مثلاً، أو أبيض أو اللؤلؤي، يعني البشرة رح تبين أنها باهتة. صحيح. لازم لون يكون مناسب للبشرة. يبرزها. والعامل الثالث كمان وهو مهم، ملابسنا، إحنا إيش حنكون لابسين، لازم إحنا نحط ألوان آي شادو تكون متناسقة مع لون اللبس. يعني كمان في ألوان عيون مرات تكون كمان سبحان الله حلو، ما تحتاج شيء كثير، هذا اللي أحسه. صح. بس إيش الألوان اللي كمان تلبق لألوان العيون، خلينا نقول اللي هي الملونة شوية؟ أوكي. إحنا في عندنا عارفين عجلة الألوان. أيوة. وعندنا ثلاث ألوان رئيسية اللي هي الأحمر والأصفر والأزرق. هذه الألوان هي اللي منها نطلع الألوان الثانية، ولازم نتبع عجلة الألوان، مش عيب مش غلط، كلنا درسنا الكولر ثيري، وإحنا لازم أن إحنا يعني نشوف إيش الألوان المعاكسة لها. مثلاً إذا في واحدة لون عيونها أزرق، أوريدي. أيوة. لون العين جميل جداً، فلازم أن إحنا نبرزها بشكل حلو. إذا إحنا مثلاً واحدة لون عيونها أزرق وحطينا آي شادو أزرق، أيوة، معناته إحنا كذا ضاعت العين، لازم أن إحنا نحط لها لون. أنا بواجه هذه المشكلة دائماً، خاصة العيون الزرق دائماً عندما يعني فعلا زي ما قلتي، يمكن هي اختيار الالوان هي اللي تبرز لون العيون، لكن انا دائما اقول لون العيون اللي هي تيجي بنيه ايش اكثر الالوان، لانه احنا في المنطقه يمكن شوي اكثر بني. صحيح. ايوه، انفتحت عسلي. ايوه صحيح. احنا اكشلي مرتاحين والله، لانه الاسود والبني هذه اغلب الالوان، مو اغلب الالوان، كل الالوان تناسب عليها. من جد؟ لا، اي طبعا، بس الازرق والاخضر والعسلي او الاخضر، الالوان هذه لأول مرة ما عندهم بنفت، إنه هما مو كل الألوان تناسب عليهم، لازم يحطوا ألوان إنها تبرز العين، لأن أنت إذا عندك عيون لون عيون حلوة أكيد ما تبي إن أنت تغطيها بأي شادو. صحيح. أكيد إن أنت تبين تبرزيها، فإحنا لازم نحط ألوان، مثلاً الألوان الأخضر والأزرق لازم نحن نحط معاهم warm colors إنها تبين ألوان دافية، تبين اللون مو إنها تغطي عليه، هذا الأهم. كمان الأيلاينر أنا أحس إنه كمان يفرق رنيم في العيون، يعني أيام أحس إنه أنا مثلا أحب اللون البني ما أحب الأسود، أحس الأسود يغمق لي عيني، كيف بتشوفي؟ بصراحة البني أنا كمان أحبه أكثر من الأسود، أحس الأسود it's old fashion. أيوة. البني مرتب أكثر، شيك، كلاسي أكثر. صحيح. وما يكون شارب على العين، يعني حتى للي ناظرك شوي يحس انه وجهك اهدى من الاسود. صحيح. الاسود فيه تحديد اكثر، بس هو لوكه عربي اكثر الاسود. بالضبط، هو لوكه عربي. تفضلي اكثر لاي بشره؟ السمراء، البيضاء؟ الاسود هو يناسب على الكل، اوكي، يعني الاسود والبني يناسب على اي بشره وعلى اي لون عيون. اوكي. اوكي، ولكن مثلا اذا جينا نبي نحط الوان اي لاينر مختلفه، مثلا اخضر، ازرق. ايوه، هذه كمان دارجين دحين. صحيح. الصيف وكذا ما ينفع تحطي مثلا ازرق ولون عيونك زرقاء، اخضر ولون عيونك اخضر. صحيح. يعني ما حيبين مش حلو، ما حيبين ومش حلو. ذكرت نقطة مرة مهمة، إن الملابس تفرق كمان في لون الآي شادو اللي احنا طبعا. يعني مثلا الأسود
هل هذا يروح معاه كل الالوان ولا لا؟ مو شرط. الاسود اكيد هو ملك الالوان، تروح معاه كل الالوان، بس كمان ما افضل انه مثلا واحده تكون لابسه فستان سواري اسود وتحط سموكي او الدارك اللون الاسود الغامق، لا عندك الوان كثير صحيح ممكن انت تروحين لها، وممكن هي تلعب بالايلاينر. صحيح اتفق معاك يا رنيم. ايش في نصيحه اخيره كمان حابه تقوليها لكل البنات وتشوفي اكثر الاخطاء الشائعه واللي لازم يتفادوها؟ اوكي كل قليل كان افضل، والكثير يعني فيه خطر اكثر. ايوه افضل دائما البساطه، وافضل الحين على فكره بدا الشمر شوي يروح، صارت الترند دائما احنا نحط عند الجفن المتحرك شمر. ايوه الحين صار الترند الالوان المات، نخليه بس افتح بس بالوان مات، هو احلى الوان المات والترابيه. صحيح والترابيه احسها تلبق على الكل. صح الالوان الترابيه انت لو حطيتي لون واحد خلاص ومشيتي، هذه شياكه وغيك اخر حل، يعني هذا الحل الوحيد اللي اعرفه، خلاص لون واحد مات وامشي يا بنتي انت في السليم. بالضبط هذا هو، اذا انت يعني ما له داعي نتفلسف كثير. صحيح. اوكي وبعدين اخر شيء نتورط، فافضل ان احنا نكون سمبل وبسيطين ونختار الوان شيك. الكل الحين صار يقدر يعرف ايش الموضه وايش الاشياء الجديده من السوشيال ميديا. رنيمة التركي كل الشكر لك لوجودك معنا اليوم، ان شاء الله الكل يستفيد من كل هذه النصائح. يعطيك العافيه ونشوفك على خير. أكيد.